انا اسمي نجيب، في ثمان تسقوبة، وانا اتي خمسة يالو اطلاقا من نونو وتتي بناتا. صلي بقاوح انه اخني خكمي ماتا ويري داعش الموصل وقم داتي التسقوبة اخني رقلا من التسقوبة. بس بظروف كل شوي سيئة، صعب كلش عفلي بيتي، صعب كل شوي يعني ممص لا لو خمس صدقة اي مني. لا بيتن كلش حلو يا واو ومرتب واو وايو، ودهبش له عبارة عن خراب. أناك عاجب لي مطبخ لأنه دوكي المفضل إلى، لأنك عاجب لي دنبش لأن أشكال وألوان وأكل أكل العراقي كلش بس يميل. تنداعش بتسقوبة بس قواك بيش مرقي لقا وتسقوبة بس. بيش له صعب لأنه لا مايا ولا كهرباء، وصعب لأنه منطقة يعني عسكرية بشتا فليه برجع يعني صعبة بويا لأن هواناتهم كاثي قاو تسقوبة. وأوضاع كل شيء اللي يرد قاو تسقوبة لأنه مش لا منطقة نائية وليبة غير حيوانات، وبيثة واثة كل يكم قنوي لي ويعني وأخني بيثة نخرول أصلا، فمش لا صعبة حتى رجعة لتسقوبة مش لا صعبة. اسم دميرة بسبب أني معارك دبريلة قاو تسقوبة ويمكن قصف مبل بيثة مطبخ والباقي غرف. السقف مالتها هيجي نازل هذا خيل مبيلة، وغرف كل حيطان دي الغرف شو من دي ليثن بس مجرد قاع وأنقاض وقفص دمار شامل يعني. يعني بصراحة ظروف صعبة ومكاننا كلش ضيق يعني مرتاحين بس نوعا ما يعني مو كلش بس يعني هيجي بس يعني قضاء وقت يعني على مود بلكي يصير فرشي نرجع ان شاء الله بخير وسلامة. لا شيء يعني اي كلش رنده، اهم شيء ولا نقضيته قاوح ايام حياتي يعني. سوريته ايماني كلش قوي الان بيسوع المسيح، وان شاء الله فتره يعني فتره وتروح وبرجعوا خل بيته وهذا دين ولا نقضي.